بسم الله الرحمن الرحيم. دي تو بيدروم دوبلكس في مفتوح الخير جنب المدخل على طول، في حمام الضيوف، بعد كده في هنا غرفة الخادمة، تمام، ليها الحمام بتاعها، هنا المطبخ، مطبخ مساحته كبيرة جدا، شبابيك على القصر الحصن، بس طبعا الفيو مش مفتوح من المطبخ على قصر الحصن، بس مفيش جار كاشف. بعد كده في ليفينج، بعد كده ده ممكن يستعمل كاستور، في السلالم بتطلع على الدور الثاني. الدور الثاني فيه الغرف بس غرفتين، وهنا فيه غرفة الغسيل وستور. دي هنا الغرفة الأولى، تمام، مساحة كبيرة، الخزائن بتاعتها في الحيطة، والحمام، تمام. بعد كده في الغرفة التانية، هما الغرفتين ماستر والاتنين مساحات كبيرة جدا. كل دي خزائن، ده حمام بتاع الغرفة. سعر الشقة دي 105,000 معاها باركينج.